يحب ناول نحبه. قال أبو عباس بن صالح حديث موجود النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مسعود بن علي قال أخبرني أبي عن كرك بن خالد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب من يحب ناول نحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب أحد جبل يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام البخاري ودي باب الله له سير احد ودي ترجمه في حديثه. نعم. وفي عباس بن سهل واتو عند فيلم والودر دو تعليق. نعم. اوتني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وادي ترجمه. نعم. وفي واتو النبي دو هو سير احد دم هو سير يند امين دم غيدي. نعم. هو سير احد المدينه وني. نعم. وسير واتو عندانه. وفي حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي أن قرة ابن خالد أن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. حديثه النصر بن علي شيخ إمام البخاري توكتها وياري أنسي كان كون صاحب وجه حديثه من رضي الله عنه. أنا سيبي النبي صلى الله عليه وسلم وين دا هو سير أهدو هو سير دا هو سير يند أمين دي من جيد بيجي مودي بن ماني نري أمدو وأمدين النون دو ظاهر من النون لم هو سير دي هو سير الجنة وأمي كون مانا من دو كم سيو النبي صلى الله عليه وسلم دي دوارتن جهانك الوئيكون تبوكا ويقول لك أنها تجد 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 فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. عبد الله بن يوسف شيخ إمام البخاري توكيد أتى الإمام مالك ها وياري صحاب وجه حديثه والأنس بن مالك رضي الله عنه. نلاد الله صلى الله عليه وسلم هو سير أولوانغانيو سيوبين دا هو سير يند أمين دمين جديدو وفي جامراه واتو النبي ابراهيم حرمني مكه. نعم. بدو امرو الله حرمني كتاري مكه فهودو ما دو هودو من واتاكي. نعم. ديوري من لو هتاكي لدي من فياتاكي. نعم. ومن بومي حرمني مدينه. نعم. ما بين لا بتايها كوني حق دي كارديجي مدينه فو. نعم. فاتون ديوري من لو هتاكي. نعم. قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أهد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أمر بن خالد شيخ إمام البخاري وتوكيت الأتى الليث بن سعد هاو ياري صحاب وجه حديثه العقبة رضي الله عنه. وهي النبي جورتي عند فير يجود يمبعه دباه بإرامة إرامة هافبي واتون دين أورتي وهي هاما بواتو نسايدي بأن نجول تاكي باو إريكي مبنات نجول جنائزة كدي وبلو تاوتي لسلات ودو أنيبه. نعم. أما حديثه المنصر عن جلد وفي صلاته على الميت. نعم.
و یو جولی آتو جول دن ده جولت دو مای دونی تاوتی لو یوی ادو اکو ادو انتا مای ثم انصرف الى المنبر هوتی النبی تو فرلتی وارتیر منبر و خود بی و بی من یونی آلیتی لامون منونی آرتان دون اردنگل میشه دانو اون نمین اومد اللہ را هروین دوام جونتا ها درنگل mi hokkama bo wato omtor le sigaji lesdi fu ko bo sigaji lesdi wir ko bo vi omtor de lesdi ari wa fere be mafatih khazain al ard fere bo khazain wala o huwa inni nami wallahi mi hunuraki inda allah ma akhafu alaykum mi hulanai on an tushriku ba'di no shirkun ba'wa ولكني سكاين من اخاف عليكم من اخلنا ان انتنا فسو فيها نبطبطرون في الدنيا نعم جامولي باب غزوات الرجيم واري لين وجفوان وبئر المؤمن باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معون وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد عهد لنظر كنوا واتو كنوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبع أهدو أبر أهدو وليه تعدت تبرير برل النبي صلى الله عليه وسلم aw en don der gazawat annabi jo kanjo tokkoni konuji tokkitidi uhudu na wodi konu wiyete gazawatur raji na dum inde nokure on wiyete raji wanda na ale dibane hudaili na o wiwa to bewa to riilin dum lengol don bo zakwan fu lengol na biiri mauna bo dum inde nokure na hadisi adalin adalin dum lengol na wal qarafu dum lengol na wa asim musabitin dum goddo annabi jo nelino wa khubayb bi khubayb fu asabi asabu en annabi do nelno e kono to kanju tokiti o tammi yecci war hadise ji garandi do galam ni isaga muhammad ibn isaga wi hadathana asim ibn umar annaha ba'da udin kunu zidi fatba ba uhududi gadi di o limti do قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب انطلقوا حتى إذا كان بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هزيل يقال لهم لحيان إلى آخر الحديث إبراهيم بن موسى شيخ إمام البخاري كان كفلاني محديث والمن دولة الشيخ إن ماكوها وياري صحاب وجه حديث والأبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بي النبي جنل كنو سريع دو كنو واتو فد ماغو أرتات إمتمت النايو kulesti gadi annabi jonneli kon wato aynan wato horobe hefer be yabe waddana julbe khabar ko hefer be gorri kam biete aynan wa amara alaihim annabi julamini do mabbe nelabe man do biete do asim ibn thabi kanko amirul jaysi amirul sariya majbi kanko o mama asim ibn umar ibn al khattab kanko asim ibn thabit do kanko o mama asim andaro فاتو عاصم من واتو عند كان ابو مام عمر بن عبد العزيز نعم فانطلقوا واتو عند بنيلي نعم حتى اذا كان بين عصفان ومكه ها بجت واتو وكن نكوري بيت عصفان بمكه نعم ها بدي سي مكه نعم دندن لينول حذيل هبي خبر ما ذكروا لي حي من حذيل بمبلوا نام ليول حذيل هفر فر ناني به يقال لهم يتيب لهيان بنو لهيان نعم فتبعوهم ستاسنبه بغريب كبادت من مئة رام شكين وبتمر واتو بناني واتو عند يكونوا واتو النبي يسالي بهم وقريب بسابو فانجنجي نكسالي سيواتو بأقو بسكين ومسين واتو توكي بوادان جيهة وبتمر في دوبة مكين
faktasu atharahum tefindi kosde mabbe wato be do tokka be haabe yaabe kabo be nanga be gari ata ataw manzilan haabe gari haabe jipino nazalu hodorde de sahabo en jipino fawajadu fihi nawa be tayi wato bilile dibinoje be nyami en gudini bibbe dibinoje wete nawa nawa tamrin wato ande bilile dibinoje tazawaduhu de be jogino jobari minal madina daga madina deben jomni no fagalu he farbe go wiata he haza tamru yasiriba be giwa to ande bili le man be anditi e bi do do tamaroje madina kanje buri wodu gobi kon der man perpeto e masin nen fatabiu atharahum be tokki wa to ande tokki be tokki kosde ben go batte be ago hatta la higum habe jokkiti be falam man taha asim wa to de be jokkiti be go asim on woni amirul jaysi amirul sariya man de asim go yi be hempidi be sahabo en mudum lajawu be jonyori ila fatfadin fatonire wato de be yibe ago wato wari be temere be yimbe sappo kana wala me goddo goto fu yimbe sappo be mba'i o sere ko sere ni be mba'i wato wajal gawmu fatfad wato bana ho sere repere ni kadi wajal gawmu se be ago ngari filiti o sere go tari ko cengo fa hatu bihim taribe fa galu e bi lakumul ahdu wal misa de betari o sere go e biata min dokki on alkawal be holare jippon min barataw inna zaltum tu on jippi lana her amin alla naqtula minkum rajulan min barata ko moy modo min wala haje bargo mon wato min nanga non on min yarana min sorana o be fere min sanjira be wato ande jawdi ko bo dahabe amin fadala asim ardani do wato ko nu sahabo en go o biata be amma ana fala anzi min kam jippata alkawal kefero fi zimmati kafirin o min kam jippata alkawal kefero usali kan kon amiru mawbe ma de o winan go usali allahumma akhbir anna sayu bi jawmira wa yachu habar amin yachu anna bo joma da ko wapi min allahumma akhbir anna nabiyyaka yachu wato anna bo joma da wato habar amin be wahyu hadi tori allah faqataluhum wato be kabdi be yago hatta qatalu asiman ha be pidi asim go bari dum fi sab'ati nafarin be bardi mo be jeedi do bin nabli be kuri wato kan kon jeed dabo lutti tato be pidi wato be jeed do be bari lutti sahabo en tato wa bagi ya khubaybun wa zaidun wa rajulun goddo wan bo inda mako abdullahi be tato lutti akhar wato rajulun akhar goddo fere goddo fere man abdullahi fa'atawhumul ahda wal misaqa be hokki be alkawal be mi useni ben ka be jippa kambe o wi da bargo be sootugo jawdi on be yidi en nanga be yabe sooda ha makka wato be andi himbe makka do mari haaje wargo be fa'atawhum be dokki be alkawal wal misaqa be holare falamma atawhumul ahda wal misaqa be dokki be alkawal be holare en baratawe tatogo jippi nazalu ilayhim tatogo jippi er mabbe walamma stamkanu minhum de be kebe be nangi be hallu awtara gisiyin farabadum be tirti lagaje mabbe be kabbi be faqala ar-rajulu thalithu tatabagu yata alladhi ma'ahuma gorko tatabagu kankon abdullahi go abdullah ibn tariq o vil non alkawal kadi alkawal gale on dokkino men da ko on badi wato tatabagu yata bani hada awwalul gadri da do wiyete aran jamba fa aba usali kanko kan o ya usali o wi o ya tabe mabbe fa aba an yasaba usali no somna be o ya fajarru be dasimo wa alaju be chocho tribe ma ko e pi mo kadi alani sabahum no ya da be mabbe usali falam yafal usali sam faqatalu be bari mo kanko ko wan talagu be dilli di be dido khubaybu be zaidu zaidu no dasina be khubaybu be dilli di be mo zaidu no adi wa bi hatta ba'uhuma bi sirri wa bi makkah makkah be je be sirri be bi makkah makkah be ko yato bi sirri be jabe wato fastara khubayban banul haris musri musudi khubaybuma bi be harisu harisu bi amir bo khubayuma on bari no muhabadar dem bi ko en sori mo way hambarto watita banul haris ibn amir ibn nawfal sori khubaybu wa kana khubaybun huwa qatala al haris ibn amir yawm badr khubaybu man kan ko bari no haris ibn amir yande ko nu badar no fa makasa indahum asiran be kabbi mo kadi de sori mo ton go be kabbi mo daha do ha mabbe ha makka hatta ija ajma wa be anya be potta e fuma be gadla ho wargo mo wato istaara musa de de yake o fabbi ton man do o don ha be tigi mo ha ton man do se o wu'i belehi
لبري كبيرة موسى استعار موسى أوي بلوه من بعد بنات الحارث هريوغا بحارسون حارسون عامرين وعطوان دبولو هار سهار ماجوم هار اتجي عطوان ماندو وفي شاكين انا مبيله هاو لابا ليستهيد دبيا وعطوان غام هاو لابرا وعطوان دي غاسا وعطوان دي غاسا وعطوان دي لسجابرو ماندو فعارته انقو وعطوان دي وئيمو انقو وئيمو وعطوان دي مثلا بلوهيكو وعطو وقم بي اوهوكي بنجلياري asa yi wo wato sakkina ni mobili fi man o hosi bingel on pamarel do lada e taymo wala do wi fangafaltu debbo go wi woyti an sabili wato ha bingel debbo go wi woytan bingel mum pamarel lada doyel fa daraja ilay se bingel go do lada ha e taymo ati girgal ma ko ata ata o hawarani mo do jogi belo higo fa wadahu o hosi bingel go efti dum kanko kabaado go ore singel ala fakhizi hido dango mako wodo jogi bo labi falamma ra'aytuhu debbogo winde mi yibi de mi yimu fazitu mi duty faza'ata duty de masin wato nda o kita do warngo nda bo labi ha jungo mako nda bo ingel mabbe wodo jogi do na o baran gel andu debbo man duty masin de duty go arafa zalika sahabo jogo anditi kultorol debbogo arafa zalika minni o anditi dum ha am wa fiyadi der jungo mako al musa belhigo فقال سيويات أتخشينا أن أقتلا أهلت رتام برانجلنا ما كنت لأفعل ذاك من كم برطان نسيك نامي جنبه ما كنت لأفعل ذاك واتو نامي برود من برطانجل إن شاء الله تعالى تعلموه وكان تقول واتو دين يفتي بنجلبه وسكتناني ويقول إيمونه وكان تقول دبو من لتك دوي ايو ما رايت مي اي اسيرا غدو دهادو غدو ديد خيرا كو ورتا من خبيب واتو غدو مو بكيتي دوم وارغو كون ان ماكو واندي بي هيتي واران مو دين غوتو مابي ونير جمعه كو بي بالمو لولا مو سيتا تبو اتشي او يو مي داي كو غدو مردو خيرو با اودو لا رايته والله حقيقه مي يمو ياكلو دو نياما من ايد في انابن واتو تبا دوم انابوجي ina boje bo wato ha makka yake man nawa yake bendo je man sam na bu ba jonta sako en biya wato en gaddi dum diga dayin wato o yi jomira waddani mo ina boje o do nyama wana wato karama wana no ande en andi ha alqur'ani ko woli ha la maryam no wi mi yi o do nyama wato ina boje wama bi makkata yawmaidin samaratun yake man ha makka bu na yake bendo le de sam yake maji wala har makka samaroje sam وانه لموثق في الحديد كان كو كبادو هل جامد ساكو غدو يهودي او يهيدو نونو وني ولا بو غدانو الله سيني دو حكي مو واتو دون كرامه كدي وما كان الا رزق رزقه الله وبي ولا كون بلاتي كو نادو رزق غونغو الله سيني دو رزق مو جيبيناني فخرجوا به بكب مو كدي هاندي بي اني مو بارويغو ngurti di be mako makka non non be no di ni kadi makka kormete dum be barata goddo der mudum be jari mo ha hillu ha wato ande be ngurti mu haram fa kharaju bi be ngurti di be mako min al harami haram li yaktuluhu ngam be baramu ha o habba man do wasino be tata be nyamna mo chaddi wato tata be nyamna mo chaddi to be badi mo bargo be geccamo ni on ko der ko wasino e ngurtini mo liaktulu ngam be baramu fagala o wi dauni usalli rak'ataini de be ngeci o baramu o wi acca mo juula darde didi kanko sunni di ni juulu go darde didi her barete sabra summa sarafa ilayhim hoti o firliti her mabbe do juuli darde didi go o wi ata be laula an tara anna ma bi jaza'un min al maut lazitu o wi wallahi to na o wi wato to nangam wato to nangam tata on giya mi hultor on tata on giya mi kultori mi hultori wade on mi beddano darrede kam wiya mi julan goddo on tama mi hultori mayo fa kana awwala man sanna rak'ataini indal gadli huwa la take aran sunni din do nafugo darde didi wakati barego do sabran kanko summa gala hoti o wiya ta allahumma ahsihim adada bo do'ani be kadi o do'ani be masin wato ya kemando har o do'ata be o do'ata do wobbe do'o har leddi wiata do'o man wafadu wala tuqi minhum ahada o fi jawmirawo mo wabe wato heta be fulingal mabbe ta lutta ko goto mabbe summa gala hoti o yimi sati didi do ma in ubalihi na uktalu musliman ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i
وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ويمساتي دي وبي واتومي فالتاك وكاتي مبارتين والحال أمي جولو كون دوي وطدو واتو لاتك دو أردي أملاتي نغم دين الله وكذلك بولو عدودون في ذات الإله هرذات جوامرا وسبو من كمبرمو أو النبي جنلي مكونون بيهب داهو المبني وإن يشاء واتو تني الله سنيد أموي مبارك باركي دينان على أوصالي دو ترد شلو هرانو تيو هر إرلارك جنغامو ممزع سكتين ثم قام إليه أقوة بن الحارث لأن أقوة أمي رماك فقتلهم بريم وبعثت قريس باود قريس كو نلي حكو تشيل بنانجي نبغو واتوا بيا بدأت عاصم واتوا مؤردا نكونو بدو مني دم كايمفو وبدأت بتا باندو ماكو بنغارة بنجانشا واتوا بنجي تيو ماكو كو هوري ماكو اتابع ود وبعثت قريس قريس كو نلي إلى عاصم ها عاصم برانو في الأدو حكو تشيل بو liutu bishai in gam ngadda hunde min jasadi hi bandu mako bawo mai be laaro intergal mako e taabe ngadda kadi ya'rifuna huko be andi tirtadu wa kana asimun asiman bumbaran no be mawdo ma biir konuji yande badar kana azigata law barno aziman mawdo min uzama'i manga mabbe wato der mawbe mabbe yawo badir yande badar fa ba'athallahu alayhi mithla dhulla de menjehi go Allah seni do yato yofani be wato neli herdo o ya go ha wali no go banyaki Allah neli wato bana rule deni do mako mina dabri dum woni onyaki o badata ko sam wato ne masalan wato wane yotto fahamat hureni mo min rusuli min labe quraishin ko en falam yabdiru minhu yamba waidu ala sayin do hunde de dum sankito go ngari wato on boye de wadi ilmi mo dillir no qur'an wato o memaka bon bo karama Allah wadani mo kanko wonde o hunino o jipata ha alkawal konnejo bo ha o ha o maydo fu Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروع عندنا ندر كنوزي النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن نري نواته بجيها مكة لقرار الإسلام حقي سيخو بايبو إنسالنا إن بسابون لنواته بأمان بارنو بننجي تاتوكو لو برد خبايبو من دو إن ماكو سومور ماكو أبو سروع قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم خيان من بني سليم ورغل وزكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء وذلك بدء القنوت إلى آخر الحديث حديث والأبو معمر شيخ الإمام البخاري وتوكتها ويالي صحابه جو حديث والمن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بي النبي صلى الله عليه وسلم ونلي in besa ban enjoyri do worbe har haaje maako sabo man yimbe on gari wi silme onel dawe wato be jangin tabe dina janna be alqurani den annabi jeneri yimbe sapan enjoyri do andir tebe alqurra wato jango be alqurani den har ben jaata go le ididi wato bani sulaimin reelu be zakwan taiti be law فعرض لهم هيان فأني بإليدي لأول بني سليمين بريئل واتو كان بيوتي ريئلو بزاكوان
be taiti be ago hala wal hanu kure wiete biiru mauna inda biirin habundu wiete ndu biiru mauna dum sahara habundu woni fu dum nokure gari andirte non de taiti be haton go sahabu en go wi ata fagala al gawmu kambe on sahabu en biata wallahi ma iyyakum arabna minan wallahi hunara go inda allah na onon min nufi na min gari hon go on minina annabi jonali min fere min salo be on انما نحن مجتازون في حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم من جت توبه من سال توبه حاجه لله الله صلى الله عليه وسلم نعم يا ابو سليم فقتلوهم بريبه نعم النبي جو سو من ادواني واتان دي وربه دو نعم دو كلك دو مودم باكين ليورو حاجل دي صباح نعم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شارا نعم annabi jo do do ani berilu be zakwan go na barbe sahabo en go do ani be do kallu ka bakin saharan bakin lewu na fi salatil ghadati yarjul de subah na wazalika bodan dum wiete badul gunusi dum woni fuddugo gunusi na ko wiwa ma kunna min la taki naknutu min don bara gunusi na qala abdul aziz shaykh imam al bukhari shaykh shaykhihi na فاتو محدثني ها ام عبد الوارث حدثني ها نعم فهو وسال رجل انس ان قد امي انس يعني القنوت يا لا قنوت نعم دي قنوت ودتي ابا در ركوع با ركوع انا كو او ان دفرانج من القراءه نعم كو بو ياكي تيمين كو جانغي نعم تو تيمين جانغ دي هيد نانغ ركوع جانغتا قنوت نا كو مالا تو بان تو بانك تا يا ركوع نعم قال اتو انا سيم لا بل اتو اتينا عند فرانج من القراءه وقت تيمين جو جانديو نعم جاندي تيمينا ما هيد ركني دو غنو تو جانغيته نعم كونغام ديدي هو داغي دوم بو نعم حديثو لورا تبا دو فايدي كان بو بعد الركوع نعم ديدي فو داغي دوم اما ود بو يسو ركوع وان لو مشهوف نعم حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا النبي جوري غنوت باكين ليور واتو دوم ودو اني ريلو بي زكواندو نعم شهرا لكن جيز ليور بعد الركوع با ركوع نعم يرو ودونو على احياء لياتو من العرب عربن بربه واتو عند صحابو اندو ظلم حدثني عبد العالى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد نعم عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه نعم ان ريلا وذكوان وأصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو نعم فأمدهم بسبعين من الانصار نعم كنا نسميهم القراء في زمانهم نعم كانوا يحتطبون بالليل ويصلون بالليل يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل نعم الى اخر الحديث نعم عبد العالى ابن حماد شيخ امام البخاري نعم بخاري تكري به شيخ شيوخ نور نعم هاي هي تني صاحب جو حديث الويت انس ابن مالك رضي الله عنه نعم انس ويل يا رب ان بيت رعل نعم ليو الزكوان وعصية نعم وبنو لحيان kambe bebe da bitri annabi jo beddana be wato wallita be nelda be wato ande himbe ngabe do keddi be konne en no be silmi be ngidi annabi jo nelda be wallata be no ko faddanta be sarri konne en mabbe be bo jangna be alquran e dina no kanjo ndi stamaddu be podindiri be da biti beddana e gore annabi jo sallallahu alaihi wasallam no fa maddahu ala aduwin do konne jo وهي فأمدهم النبي جفور انتريبه بسبعين من الأنصار أنصارين كوين مدينة سبان انجويري نعم بفوما بيواتو من دو إن ربي القراء نعم كنا نسميهم من دو إن ربي القراء جنغو بي القرآن نعم وفي في زمان مير زمان مقبه نعم بلتاكين يالو ما مقبه تينو بلد جمعو انجولو بلنغلا جودي نعم كانو بلتاكي يحتطبون بتين بالنهار يالو ما يتين بسرع ويصلون بنجولا وبالليل جمع نافا حتى كانوا ببير معونا هانده بنغريانو كوري بيت بير معونا فقتلوهم واتو بيأغو تايتي بي ريلو بي زكوان تايتي بي في أصيا بنيل تايتي بي واتو انغدرو بهم بجنبي الكوال دابو واتو انده كم بدأ بيتين واتو انده النبي جنلا نو
ولتبع على كنين من جنبي الكور من بري بيكو فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المهوتي النبي جو سبو من فقنط شهرا النبي جو ودد أدو مأب شهرا باكين له غنط دواته ونوت الدعاء ينكي ننقو الله الدعاء ونوت جنجته دمير صبح دوه دم دعاء واتو دم سنقو الله بالدعاء wato wodi der ayimma en wato fami hadisi o lugu nutu annabi joi dede fodde acci kanji wodi ayimma en nayo wodi be wata gunutu samfu wodi badam be gunutu hawi tribo amma saw malik wardul de subah batta fa ganata wodi gunutu sharam bakin lewru yadu fi subh wa du'a her subah nam goddo wala gunutu azulde subah wala wonata julde majo der mustahabu ji julde dum woni وياتو ان نبي جودي بنوتو واتو على احياء من احياء العرب واتو اندر واتو اندر دو اني بيدو غو لي اندر لي العرب ان توي صحابو كم على رجل دو رجل بذكوان وأسيا وبني لهيان قال انس فقرانا فيهم انس بي من جنجي اساني ما بالقران الذي بن آية القران من جنجي كان دن كنسخاما كبامتاما القرآن دون واتو عندي دون جيبي قدون فير رفع آما وبي من جنجي دون باكين جسد فقرانا فيهم من جنجي أرمق القرآن القرآن دفتر الله ثم إن ذلك رفع هوتي بولو آدم آيا من كبانتا وأن سورة الأحزاب والجنجل وتكتير في أذاني دون ونكو جيبي نو آساني بينوان بلنغو كيوتي na habar amin do mana yimbe amin nana menol min potini rabba rabbiya anna o yarda ke min wa ardana o beddani min wa to yarda o wi wa an qatada ko jawa ha qatada an anas ibn malik hadathahu anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran fi salati as-subh nuladu alla wali bunu rajul de subah yadu ala ahya'in min ahya'i al-arab ودو واتو عند دو لئي در لئي عربي تو هافا مودي بفكو مودي بفكو ايما اندو وفير فامر بنوتو النبي جوان دي دي نغم جيس دي بين منتن ودي واتشي كانج ودي عرف مصابا جي قد فير انبتا بنوتو سم وابن بدا بنوتو هاجن دي وكريا دان در اغرير دو بكولنا بنوتو من بو to fere ba masa maliki en do go asubaha njangata be sirrando yo ka gunu to kam fu hawani o fadum gidaadi julde on goddo ngam acci dum sujidata to sujidi julde on nan ngam man to suji de en ba to kan jo bi ya du annabi do do ano ala ahya'i min ahya'i al-arab ala ri'lin do to do lengal ri'lu be zakwan wa usayyata wa bani lihyan زاد خليفة حدثنا ابن زرائع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار سبحان إنجويري ردود أنصار كو المدينة بنو خزرج بعوسي قتلوا إمبرام ببئر معونة بئر معونة كو ودني دون در كنوجي النبي جون رلمتا بئر معونة دون كنو كدي سحاب وإن سيدنا سبحان إنجويري دباو حبر أهدو Qur'anan un kalima wal wadi Qur'anan hatu do ya ni kitaban un deftere Allah na wa hu hadithul mahgul wadi do fotan be ngola hermana qala hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Hammam an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha qala hadathani Anas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha qalahu akhun li ummi Sulaym fi 70 rakiban wa kana ra'is al-mushrikin Amir ibn Tufail خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بآل قطفان بألف وألف إلى آخر الحديث موسى بن إسماعيل شيخ إمام البخاري وتوكيت ياو يا رسحاب وجو حديثه والمنضو واتو دم آناسيون كدي أنس بن مالك ويأتى النبي صلى الله عليه وسلم نلي كاومو كاو أنسي النبي نلي كاو ما قدو واتو أخن لبني لأم سليم ولين الأم سليم واتو ويأتى هار النبي نلي ويأتو بسفن انجوهي لبائي بي وفي موضو هفر بها النبي نلي واتو ومن يهدو موضو هفر من بو اندمون وعامر من الطفيل
yo kanjum dum wato do man way o summi hakkunde gikkuji tadi o wiyata yo latani de wato herwali wol wiyata annabijo latani an wato ahlu sahali yimbe ko takki walol wato takki lestudum ko takki mariya o wi wali ahlul madar min bodan yam yimbe wato wuro yimbe mahi aw akunu khalifata kama labu milata minuni luto mada awo mada milamine aw mallabo to asali dido akzuka mi khone bi ahli ghatfana mi ho alin ul bani ghatfana fu mi hono rebi alfin wa alfin ujine ujine yo fatu ina de o wi banani go o nyawi fatu ina amirun fi baiti ummi fulan ay amirun no tufel go o nyawi nyaw gasinda nyaw ta'un atan de ha aw atan de masalan o nyawi atan de hasudu ummi fulan de bu fere kadi فقال غدا نندند او نيايغو اون ميتيمو او بيتا غدتن كان غدت البكر في بيت امراه من ان من ال بني فلان ايتوني بفرسي نعم او بيتا بي نياوماكو والاتا هاد نعم غدتن دو دون نياو فوفر نجيلو با واداتا هكونو دو نعم اندي ويتن غد خراج في الخلق نعم واتوند او نياي او فوفي فوفي داون غو o wiyata ñawmaako man ɗum latti puttanɗe wato konodol wato bana ko puttanɗe wato hande ngeelooba mola gudda tun wato hande xuraj puttanɗe futtata ngeelooba e konodol oɓe gudda tun wato puufe ka guddatin ba puufe albacry mola fi baytim ratin resudu debbo en aali fulanin hasudu wayne en fayinta ituni gadda neɗan bi farasi puccu am o hotan hamaako wa e puccu maako go hendi fiimo o maayi sababu maaju famata ala dahri farasi o maayi do puccu maako kanko amiru no tufel go fantalaga haramun aku ummi suleym mo annabi jo nelina go on wiyete haram watomo bani ummi suleym inde maako on haram wa huwa wato haaɗo ɗo tasihu manno ɓe mbiyata fantalaga haramun huwa wato fantalaga haramun aku ummi suleym huwa wa rajulun araj waw ɗo sakitan huwa ha sahih amma bani ɗum tongora gam to waw man arti ɗo waɗa ban katto haram man on laƴiwo laƴiwo ɗo goɗɗo feere on haram dillidi wato haram dillidi ɓe gorko feere bo laƴiwo tawate nonnoon ɗum wayi ha sahihu lbukhari fantalaga wato o dilli kanko haram go kanko on aku ummi suleym huwa kanko wa rajulun be goɗɗo feere araj laƴiwo wa rajulun be goɗɗo feere o min fulan wato mo bani fulan ɓe tato on dilli kala kuna diga ha kala kuna ɗo andan ɓe tato nden kanko aku haram go o wiyatan dare onon ɗiɗo haɗo goɗɗo laƴiwo go be rajulu min aali fulan go kuna laate onon gariban on ɓadiɓe haɗo hatta atiyamu ha mi wawi mi yaha her maɓɓe fayin amanuni to ɓe dokkiyam amana ma on dayakiyam kuntum on lartake on ɓadi ɗum wato kuntum gariban hoddirde dare haɗo onon ha mi yaha mi yettoyoɓe min yettina nela annabi sallllahu alayhi wa sallam to ɓe koltiniyam ɓe dokkiyam amana ma on ɗo kombiyam on gari min sulhotir wala hunde wayin kataluni to ɓe mbariyam bo kison a taytum onon on garana saba ko sodira e moɗon lon faqala o wiyata nde o wari o yettiya yimɓe ferɓe goo o wiyata a tuminuni uballig risalata rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wiyata ka on dokkatam amana mi heɓa mi yettina nulal annabijo sallllahu alayhi wa sallam na wato on mbaratayam ha mi yecca on ko annabijo neliyam her moɗon na yettingo dina fa jaala yuhaddisuhum o fuɗɗiti o fuɗɗi oɗo yewta ɓe ko annabijo neli o se nonnoon kamɓe go ɓe sappi goɗɗo gaɗa ɓawa mako goɗɗo ɗo ɓawa mako yo feɗɗamo ka fa e mbaramo fa awma uwiɗa rajulin wato ɓe sappi faade goɗɗo feere fa ata waranimo ke feere goɗɗo waranimo daga min halfi her ɓawa mako fatanahu yiwimo kala hammam ahsibuhu miɗo yikkamo atta an fazahu birrumhi o yiwimo labbo on ha o ƴartinimo birrumhi ɓe labbo kala o wi allahu akbar kanko juwaɗo go o wi allahu akbar fustu wa rabbil kaaba o wi jawmirawo mawni wato mi tinorake mi tinake wato mi hewti yala am mi honorake allah jawmu kaaba sahabu en koɓe gelata fu saydago wato o ɗon no yala o saydo kanjum o wi wato o mawninima allah allahu akbar wato hunde mawde waɗi o tinake wato o ɗon no yala saydago o heeɓi ɗum yo faluhiga rajulu
باتو ها رجل دو بو دبدو ما جون وبي رجل كان يوني صحيح اما بني دو فيلورا نعم باتو فلاح فلوح الرجل رجل دو دو اسم جامع نعم وربه كيوتا ما صحابو ان ونو به با او بي ديدو دارني نكو نعم باتو به كيوتا فقتلوا امبارا كلهم بكلمه بسفين جي دوكو نعم غير الاعلى غير الار شل يوغو تن هيسي غاي بودون ها هوره وسه نعم ني دو انوني اولى تعويل ها رجل نعم تعويل فيرا بو فلوه الرجل كان كمبرا دو من اون واتو او هيوتينا واتو يونكي ماكو هيوتي او هيساي غوركو هيوتينا واتو فلوه غا واتو الرجل غوركو هيوتا ما دو بمعنى امبرا نعم دو بو تعويل دي دابو نعم ماري تعويل يجو قولم اولاك الرجل واتو وربه هيوتا ما فقتلو امبرا كلهم كلام بغير العار كلوتي عارج نعم كان في راس جبل كان كلن لا يوغو نعم ودون هاور هوسير نعم دي دويا كمان الله سنه وجيبني آية من كنسخاك نعم واتو آية من داك واتو يا كما جون دين كنسخ ننون القرآن آية جيبي جمان النبي جو قد فير نسخ نعم واتو رفع ما الله أمري النبي جو أتشري نعم كان جو بيتي نسخ نعم وبيو واتو فأنزل الله تعالى الله سنه دو واتو أن جيبني علينا دو أمين ثم قال ثم كان هوتي لاتتي واتو جيبو دوما من المنسوخ دين نسخاله نعم القرآن دولار وما ننسخ من آية وننسيها ناتي بخير منها نعم وبيو آتو ثم كان من المنسوخ اندن جيبو دوما لاتن در نسخاله نعم جيبو دوما اندو إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا نعم سبحان انجيو نلعب اقو انسايدنا براهاتون نعم يوم راو آتو جيبني آوي إنا نمن لقينا من بطي ربنا جوم راو أمين نعم فرضي عنا ويرد من وأرضانا وبدن من يرد نعم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا نعم النبي جنجي بنوتغو دعاني واتون بربه بو دعا كلك واكن لورو كان جون 30 صباحا نعم صبحا جبل سفايتتي على ريل دو ريل بزكوان وبني لحيان وأسيا نعم الذين بن أصوا الله يدعو الله ورسوله وإنولاد الله صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة أنتن در حالكم غزوة واتو بئر معونة إمام البخاري ودي حديثه والحبان شيخ معكم تركتني هاو ياري صحاب وجماكم أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بي وقت حرام بن ملحان يوى واتو نلانو دو النبي جهر مقبه ولتكبو أكاو أنسي نلو ما ربير معونا نعم نو عند كون من اندرانو نعم نو كوريتينو نعم قال دو مانا فعل نعم كان جو ماني نين قول فنضعه دو وانجيني نعم قال بالدم هكذا واتو وستي اي ام هرماكو فنضعه ويتشي دم وستي ان على وجهي بمانا ان وجهي نعم هريسو ماكو وراسي يهور ماكو نعم ثم قال هوتي وياتا فستمي تنك ورب الكعبة من هنا لك الله جوم كعبة وتينو لك سايداغو من جنجنك كينيا قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم فقال يا رسول الله أتدمع أن يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك
قال فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هو ابنتاي إلى آخر الحديث حديثه العبيد بن إسماعيل شيخ إمام البخاري تكتها ويار صحابه جو حديثه والمنبية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين نبي أبو بكر الصديق دمتني أن نبي جو ورطاقه هجرة أمك مكة هوتا مدينة ودمتني أن نبي جو ودن هجرة بصحابه إن ودري هجرة الخروج ورطاقه مكة هون وكتي من هنا اشتد عليه الأذى أن يطر ساتنه تأفر بذن مكة ياكي ماجو بدو إلا نجول به لأن النبي جو هدي مبيه وميته فقال له أقم النبي جو فأميته فقال يا رسول الله ولري يوني لا دوالا وبي أتدمع أن يؤذن لي أدو تم من فوات أن يؤذن لك أن دنغنينا ويمي النبي جو أن فو أدو تم ألا دنغن تأود هجرة ورط مكة وهوت مدينة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلا دوالا لتك دويا إني لأرجو ذلك من التمر قالت فانتظره أبو بكر عائشة بيث أبو بكر الصديق ريني النبي جهري وهدت مهاند ببت هجر بريده فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا نلا دوالا صلى الله عليه وسلم ورني أبو بكر سكناغي أن فير ظهرا سكناغي دي ياكناغي أولة ظهرا وأتوه وينو يلرقب سكناغي فناداه جونيمو فقال وبي أخرج من عندك ويوني أبو بكر الصديق وبي ورتن يمبي سار ماهم سر سر يمبي قد من درسود ورتن بي فقال أبو بكر الصديق ياتمو إنما هم ابنتاي دم إبي أمون ياتمو يمبي أم كامو ساكتا سر مالا دم إبي أم واتو إبي أم واني دو بي يمبي أم كفو دم يمبي مالا فقال سيا النبي جوي أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج واتو أعندنا الله سنيد دنغن ينغورتا كو مكة يو دنغو كالي النبي جو كوين نويتش كومو غمتاو ويتش مدو جيتش وهي فالبيتو الرابي فقال سيا أويات أبو بكر الصديق وطري النبي جو يا رسول الله الصحبة يا نولاد وعلمي طري من جادين صبرين واتو يرجحان غالماجو فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة النبي جو يردك به فقط إن صبرك قال يا رسول الله إن دينا قتان وفي ودمر جيلو ديدي قد كنت عادتهما للخروج مسريني دي متسكني دي دون ريني هاي هاكي آتو إن بات هجرة إن بات ودي إن ديلي دي فعات النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فاتو هكي النبي صلى الله عليه وسلم انغوتا ماجي وهكي النبي من بيته جدعاء كوسا فركب فانطلق ابن دلي حتى اتى الغار اب غرني واتو عند لول لول حوسيركم بمكه وهو بثورنا وسير ثور دون هدي واتو مكه ولا دواتو فم بنا تكفون سيدا وهو بثور واتو لول جو ها ثور فتوارى فيه بميرنه لول جو بناتين جو بميرنه يوكي قريشين كوين فكان عامر بن فهيرا غلاما لعبد الله بن الطفيل كاد ان ودي حديثه والمن على عامر عامر بن فهيرا دون دركيز عبد الله بن الطفيل ابن صخبرة فاتو در الى عائشه ام ام رومان دائما فاتو وكان لابي بكر منها ابو بكر بصوتي نواتو عامر من دو واتو رمدي مولاتي ومولا معكم وكان لي ابي بكر منها ابو بكر الصديق بود ديلاج فكان يروح بها عامر وكان درت هذهري وياد بجلو دي او هرن او اورادي ويقضوا عليهم ودوا دو ما بواتو يا لهر لو ولنغو ويصبح ويته فيدلج واتو عند ولوج لجنا جمع ويران بنيبر اله ما هر النبي جو ابو بكر الصديق ثم يسره فلا يفتن به أهر هوتي وأورا واتو قوتو فأني تتام عبد الله بي أبو بكر الصديق ودنا النبي جو بي أبو بكر الصديق حبرو يمبي قريش انكو 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 ريامك
obo to wari riwa dabbaji mu ora do dun wila kosde on man taa ɓe giya wala goɗɗo fuu faami haala maɓɓe minen ri awayi ɓe woni o waynaaɓe te ɗon no dura baaliji ha ton kadi falamma haraja nde annabijo wurti haraja mahuma wato haraja mahuma ƴibani amirum nu fuu hayrago wurtodi be annabijo be aboubacry siddi wato yuɗibani hiɗo ɓeɗo ɓawɗitiniramo ɗo wato o wa'ina mo seɗɗa o wa'ina mo seɗɗa wato o wa'odo be annabijo seɗɗa o loro o wa'ido be wato aboubacry siddi seɗɗa hatta qadima almadina ha ɓe gari madina fa qutila amirum nu fuu hayra ka ɗo waddi kadi amirum nu fuu hayra o mbara yawma biri mauna ñalomare kon biru mauna on o mbara haala warayki mako ha biru mauna ɗo waddi hadisewol ngol ɗoɗo haala hijra annabijo waan abi usamata gala gala li hicham ibnu urwa fa ahbarani abi qala lamma qutila alladina bi biri mauna wa usira amru bnu umayata damri qala lahu amiru bnu tufail man hada fa ashara ila qatilin fa qala lahu amru bnu umaya hada amiru bnu fuhaira faqala laqad ra'aytuhu ba'dama qutila rufiya ila as-sama'i hatta inni la anzuru ila as-sama'i baynahu wa bayna al-ard do bodum karama wato amiru bnu fuhaira diisewol ngol bo imamu al-bukhari waddi ngol wato hande ha yecca hala karama teddungal oɗo ko allah teddiniri ɗum yaake mbare ha biru mauna amiru bnu fuhaira o wi wato ndeni hande masalan wato yimɓe sahabo en sappanɗe joweeɗiɗo goo mbara ha biru mauna amru bnu umayata damri bo ɓe nangi ɗum ɓe dahi ɗum nden amiru bnu tufail kanko wonke feere goto ha jiha toon man ɗo o wi dahaɗo goo moyjo o wato o sappi baraɗo nder baraɓe ɗo o sappi goto o wiyata o ƴami kaɓɓaɗo ɓum moyjo baraɗo moɗon oɗo ɗo fa sare la katilin o sappi fa baraɗo baraɗo man ɗum amiru bnu fuhaira sey kaɓɓanoɗo amru bnu umaya goo wiyatamo ehe omo a sappi baraɗo o indema ko amir ibnu fuhaira yaake man oɗo man kefeero amiru bnu tufail ɗo o wiyata ehe haqiqa mi yiimo ha ɓe mbarimo ɗo kayefa lagal ra'aytu hu waɗiya mi yiimo badama ɓutila ɓawo o mbaraɗo rufiya ila samai o ɓanta o yara her asama her do mi ɗoya ɓanndu mako ha majjitoy hatta inni la anzuru ila sama ha miɗo laara asama ma baynahu hakkunde mako wa bayna al ardi hakkunde leddi summa wuudi a hooti o lorna o wallina ha o waali ɗo mi wato on man ko yeccimo kanju emani haala mako ɗum karama jawmirawo waɗani amiru bnu fuhair holli oya amiru bnu tufail amiru bnu tufail bo ɗum do'a annabijo on mbari ɗum o wino madina en gino o jippino ha toon nden o yawino ñawɗa uun o wi summa uudiya o wi hoti o wallina fa ata annabiya sallllahu alayhi wa sallam habaruhum habaru wato saydinaki yimɓe biru mauna go warani annabijo fa na'ahum annabijo seriɓe wato ko on noon o yecci yimɓe madina sahabo en sahabo en ɓurrawoɓe o nelinogo saydinawaɓe fuu maɓɓe habaru wade wiyete nayi fa qala o wiyata inna ashabakum qad usibu wa innahum qad saalu rabbahum o wiyata sobira e moɗon dillinoɓe ha biru mauna go haqiya ɓe gafama to ɓe mbarama kamɓe goo ɓe tori jawmirawo maɓɓe bo jabane ɓe torde maɓɓe fa qalu ɓe mbi ha torde maɓɓe rabbana akhbir anna ikhwanana bima radina anka wa radita anna ɗum ɓe mbi allah sine jibbini ɗum manni ɓe mbi jawmirawo amin yeccu habar amin derɗiraɓe amin ɓemin accir ɓawo koni hande gecca e bo wato hande ko min gerdi her maɗa min tawi aljanna e ko gerduɗa her amin imanaku amin fa akhbarahum anhum wato jawmirawo yecci wato yecci sahabu en ɓeɓe accino anhum habar maɓɓe kamɓe saydinaɓe o wi yande man ɗo usiba fihim wafama her maɓɓe yawma e ɗin yande biru mauna ɗo urwatu bnu asma ibnu salti oɗon nder saydinaɓe man fa summiya urwatu bihi urwatu bnu zubair kanju ɓe mbaɗani ɗum tokra ɓurna fu to goɗɗo wato hande latti goɗɗo gongaɓe machine
to ɓe dañi ɓinngel ɓe mbaɗan nde alfaalu ban maako kadima o laatoto ba on man kanjum waɗi wato urwa bo ɗum dada mo asma'uka en bo kanjum wato ande masalan asma'uka o ka baaba maako on wiyeteno asma inde gorko on no ha jahiliya urwa tum no asma ibna salti mbarama habiru mauna zubairu ibnul awwam bo nde dañi wato ɓinngel muɗum o waɗi ngel urwatu wato bihi sababu urwa oya saydinaɗo ha to bo nonnoon mundiru no amrin bo mundiru no amrin fu mbarama saydinama habiru mauna kanjum waɗi wato summiya bihi mundir mundiru wato ande ɓi urwa man ka en bo wato ka en bo wato ande innora noon wato ɓurna fu yimɓe to latta he goɗɗo salihijo wato goɗɗo boɗin ɗo ɓe mbaɗan wato tokrama ko waɗima alfaalu man jaabo her maɗo alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال دنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع الشهر يدعو على رعل وذكوان ويقول أصية أصت الله ورسوله. عندما در غزوات كنوا جن الله صلى الله عليه وسلم عندها تهندن غزوة بئر معونة ha gurra'u en sappano en joyeɗiɗo saydina imamu lbukhari waddi hadisewol muhammad ubnu muqatil cheikhu mako ɗatal abdullah ibnu lmoubarak ha o yaari sahabojo hadisewol anas ubnu malik radiallahu an anas wi nulaɗo allah waɗi qunutu ɓaworu ku a bakin lewru wato o do'ani leƴƴiri wato toniɗi sahabu en mako mbarɓe sahabu en mako ha biru mauna ganata ɗo bimana da'a alayhim o do'i dow maɓɓe er julde subaha bakin lewru yad'u ɗum banguingo ganata man oɗo do ala rilin dow leñol wiyetegol rilu be zakwan o yaqulu oɗo wiya usayyatu leñol wiyete usayya asatillah yeddi allah wa rasulahu inulaɗo allah. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حتى يدعو على رعل ولا حين يدعو على رعل ولحيان وأصية أصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معون قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقل لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يحيى بن بكير شيخ إمام البخاري الحديث والقول tokkiri ɗatal imam malik rahimahullah ha o yaari sahabojo hadisewol wiyete anas ubnu malik radiallahu an suka annabijo anasi winulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam do'iɗo hefreɓe mbarɓe sahabo en mako wa biru mauna ɓe mbari sahabo en ɓurra'u sappan en joweeɗi ɗo o wi dow jamba bo ala alladina qatalu dow ɓen mbarɓe ani ashabahu sahabu en annabijo biri mauna ha biri mauna inde nokkure annabijo waɗi do'a dow maɓɓe bakin subahaje sappanɗe tati 30 sabahan ɓawru ku'a fu o do wato dow ɓen yad'u ala rilin oɗo do'ana ɓen man wato heferɓe man do'aje kalluɗe
ri'ilu be lihyan be usayya nam inde le'i hefer be yakemaju asatillahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam usayya yaddi alla inula wa sallallahu alayhi wa sallam nam filu hadis aur sahabo jo anasiwi جو میرا وجب بنا نی ان نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہر بن برا بسانی برا بے اصحاب بیر معون من قرآن القرآن قرآناہ من جنگ جب بنا دمان ہوا آتا نسخہ دم نسخہ باد باہدون جو میرا وجب بنا آیا نسخی ہنگم القرآن تو جب نسخے آیا من مضمون من بلغ قومنا فقط لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنا kewtine yimɓe amin haqiqa min pottani jawmirawo amin o yerdake min min gerdake ko hokki min qala haddasana musa ibnu ismail qala haddasana abdul wahid qala haddasana asimun al ahwal qala sa'altu anas ibn malik radiyallahu anhu an al qunut fi salah faqala na'am faqultu kana qabla al ruku'i aw ba'da qala qabla قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم حديثه الموسى بن إسماعيل شيخ إمام البخاري وتوكت هاو ياري صحابه جو حديثه الويت أنس بن مالك رحمه أنس بن مالك رضي الله عنه kay woni sahabo jo hadise wol kanko on wato asimul ahwal yamata muhala bunutu o yami muhala bunutu arjulde kam wato dum don na o wi mo nam don nen o lori o yami mo wi yeso rukua dum wadete na ko bawo rukua o wi mo qablahu yeso rukua to jangde timmini hiddisu e dum rukua dum gurum uttu jangete sena non wato ahwal asimul ahwal go yamtimo wi ahna wayne yetti am wi ayetino dum awi ba rukua no wayne man do wi tema dum muhammadun nusirin no o wi yo kai kaza bo fi nanu wato bi mana wa minanun wi shiriwo no wato gunu to jangete do ba rukua do kam fodde sedda annabi ji wadi dum bakin lewru acci dum no dum on mi yetti mo hawriti be gunu to wato qabla rukua to ngam gunu to jangama bawo rukua ko weso rukua bo pat dum wonnata julde dum wala ko dum wada wala ko dum wala yibe yo kadi kanjum dum wodi wonder ayima en fere wada ta gunu to man sam ha julde joyfu ira ayima en masawaji nay man ni wodi bo badan be gunu to hawitiri julde witiri ha dar dara garere to ama saw maliki dum gunu to ha julde suba wadete ha dar dara garere ba yeso rukua to kanjo bi inna ma qanata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anulad wala wato wadi gunutu badar ruku'i ba ruku'a shahran lewru do ko doani e ferbe on annahu kana ba'atha nasan annahu kuni fi nulad wala lati nelino yimbe wietebe qurra ngambe yimbe alqur'an nun talaka en sahabo en tenan be ledde nyaloma jemma bo wala nafgu be alqur'an وهم 70 رجلا وربس فان انجويري دو ونيري به بو الى ناس فاد يمبه من المشركين يفر بشركو وبينهم وني اكون ما بي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الكوال ولن مري الكوال اكون النبي جو ما بي غواتاك كبدتان كيف لهم جيهما innigo gazwatul khandaq do dum gasol be gasi be tarni madina do wato annabi jo wadi sahabo en mudum sawara den biete do salmanul farisi sappi mudum faris anke jo salman sahabo do radiyallahu anhu o wiama bile di farisa wato to billa banni be do gasa tarna wuro mabbe
kuma annabijo ho idabare mako umri sahabo en be gasi gadi dum yalde pewol bo ha makka ha madina yake majum yo hefer be gayi konuji wobbe do duddina li ngal mabbe man wasin na ato en gaddi konuji duddi be tari madina way ha be tilfa julbe fu na wobbe do yotina li ngal mabbe himbe tariha ujine sappo na wobbe do wi'a banni yake wi'an be non do do wi'a julbe do mari ujine juwi na ujine tati na wobbe do wi'a hefer man fu dum ujine nayi julbe bo dum ujine na wari be tari madina bal eno gas na ato ha be tilfa madina dum hewaki na ato kono man jomirawo sankitingu kanju Allah wolwata sura al itaqilla na ato jomirawo sankitingu be malaika en be keni na wala torako tawi sahabo enton na ato be badi munawa sat kuri kam seeda na be sakini ri kuri seeda don don be fidi saadu mu muaz na sabo ukurol man uso umairi to ngazwatul hangda ko inni kono ngazwatul hangda do hitande wato ande masalan joobre en biata ha do woowi naabre do dum geldeje be dufata na to hitande joobre naati goddo fere limtande juwi to de goddo wato de sikado wi'a nayi on sali na kono hangda kango wi'ete ngazwatul ahzab bo wahiyal ahzab kango wi'ete kono moobe na ngam wato quraishin ko en gayi konuzi bani ngatfan be quraishin ko en kauti kadi na wato en kawti wato be ujineje habe wara be tilfa sahabo en be biibe yaayata na wa qala musa ibn ubba imam al-bukhari wa dringol do taali na kanat kono ngungulati fi shawwal hale urujuldan dum wadi na sanata 40 hitande nayabre hitande nayabre na annabi jonde hota madina nayabre do be rufi geldeje na der jawabre na do on wato ngara tanama ko kako jazmi hitande jawabre Badar wadi hitande didabre hotugo annabijo makka Uhud bo wadi hitande tatabre Lahzab wadi ahzab man bo wadi hitande jawabre ko wi ha do nayabre man do no dum jam orto wato ande rufugo geldeje jawabre ande timmay on wa fi haddathana ya'bub ibn ibrahim no woni shaykhu imam al-bukhari yo dum o wadi ha gala musam no ugba do dum do tarjama on kay da hadise wal hasul bul kitabe o tokini datalo ato ande yaqub ibn ibrahim do shaykhu en ma ko haa yottini sahabo jo hadise wal abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anna bi jo aradahu fa in yato ande ibn umar wato laran imbe hobe jihadi man hidde be dilla be sala ye suma ko lara be kee yawgo konuna na do won wato ande o fe ini wato do fe ina yimbe o fe ini ibn umar sali e sona ko tay dum pamaro o dum ganay dum yakon na yande de ya wa uhud yande uhud na wa huwa ibn 14 sana yake man ibn umar du isapo inai falam yujizu annabi dum ganay mo yakon o pamaro na wa aradahu annabi jo fe ini wa yawm al khandaq bo wa huwa ibn 15 sana o du isapo joyi na fa ajazahu annabi jo dum ganay mo yakon na do wobbe taskitiri balindaago na wato bi adama yufaago mudum be taskitira be duubi bo na wobbe do taskitira sappo e joyi wodi yottinde sappo e joyi tati bo be alama ji gasaaji ko nande ma na qala haddathani utaybatu qala haddathana abdul aziz an abi hazim an sahl ibn sa'd radiyallahu anhu qala kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fil khandaq wa hum yahfirun ونحن ننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار متعبة شيخ إمام البخاري وتوكتها ويار صحابه جو حديثه والسهل بن سعد السعيد رضي الله عنه وبهم اللتك يا أتاد نولاد الله صلى الله عليه وسلم ها كنوا خندق كنوا غسل وهم يحفرون الحال يا كما صحابو ان بيدون غاسا موي جفو بي بوندا نادوم واتو اي كولتنا ام لدي كان وساتا باكيني يا كما بلمي ما بيدوم لابي بي كوري بي بوتشي تو وادي غاس كان جاس كادو واتو بوتشو ديواتا كان ديون غاسون من فايدا يا كما جو واتو وهم يحفرون واتو بيدون غاسا ونحن ننقل التراب على اكتادنا minan bo min do adaleddi min do adaleddi wurtina der gas kaman wato ala aktadina wato do chale amin do babbe amin na fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an la do alla do ya be do sibe do tidina be kadi na
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار ولو يا جوم راو نغورفو ولا كوين نغور الآخرة جوم راو يا فثاب وين أنصار مهاجرين كوين يداوي ديغا مكة والأنصار أنصار كوين توابير مدينة الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو وحدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أننا در عالم كنوزي النبي صلى الله عليه وسلم عندها غزوة الخندق كنو لهزابي kunungu hefer berino ato wari tari madina atil fasahabu en Allah riwe Abdullah ibn Muhammad woni shaykh imam al-Bukhari utokiti ato be shaykh en ma ko ha o yari sahabo jo hadise ul wiete Anas ibn Malik radiyallahu an Anas ido bi anulad Allah sallallahu alayhi wa sallam urti ya khandaq konuman innira ma khamdak do dum gasol annabi jo umri be gasa gasol be tarna madina her jiha e fer be garda ta fu e kanjurum wi dum gazwatul khamdak hitande ko annabi jo hoti madina hitande jo abre dum wadi wi atonde annabi jo urti e tondo o tawi sahabu en ma ko gibe didi fu muhajirin ko en be ansarin ko en fu dum gasa be dum gasa wato har subhare fewnde masin fajiri peewol waato saatungol ɓe ɗo gasa moye fuu ɓeɗo fondaye ɗum dede a rosata ɓe ngalano jeyaɓe bo ɓeɓe kuunatama se moye fuu huwana hoore mum falam yakun lahum abidun yamaluna dalika lahum ɓe ngala jeyaɓe osanoɓe ɓe falamma ra'ama bihim min annasabi wal ju' nde annabijo yiiri sahabu en muɗum torraka ɓe weelo se o do'ani ɓe o wi allahumma o do'iwa o wi allahumma inna al aisha aishu l akhira faghfir lil ansari wal muhajira bana tashji'a maɓɓe o wi jawmirawo ngure kam ngure kam ngure l akhira yaafu ansarin ko en ɓe muhajirin ko en fo nde ɓe nani bannigo kamɓe bo se ɓe gimisatol ngol ɗoɗo ɓe jaabi ko annabi jo wi ɓe nahnu alladhina bayau muhammadan ala aljihadi ma baqina abada ɓe minin woni sappaniɓe annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam do konu jihadi fanna min ɗo kori nguuri ɗum pasirata ha abada قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أبو معمر شيخ إمام البخاري وفلني مها ويار صحاب وجو حديث والكن كون أنس بن مالك رضي الله عنه أنس يواتو صحاب أن النبي جو فردا بدق مكة كم من بيت مهاجرون يوتوا بهر مدينة بو بيت أنصار قبل يدي صحاب أن هو دون قصر قصر بانجر مدينة هر النبي جو هل لنوبة
wiwato ɓe ɗon donda mbululdi gobo ko ɓe gasi fuu e irtawato ɓe ko aladdi e gurtina yaasi par ce que luggu kan jaska dede ko puccu diwata o yangu luna wato ande ɓeɗo eggina ɓeɗo sottina donda turaba mbululdi go ala mo tunini dow ɓaɓɓe maɓɓe ɓe kosa mbululdi go e sawa e gurtina kadi har ɓe mbiyata ɗo ɓeɗo gima gimira jajeji gam ha kuugal ha ɓalli maɓɓe sata er kuugal ɓeɗo lorna satolgol nahnu alladina bayau muhammadan alal islami ma baqina abada hari waya bo alal jihadi ɓa en jangina e wiya minin ɓe sappaniɓe annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam dow dina islama fanna min ɗo kori ha abada qala yaqulu nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam yujibuhum allahumma innahu la khayra illa khayru lakhira فبارك في الانصار والمهاجرين انا سيبينو لا دو الله صلى الله عليه وسلم دو جابو بكايمبو نعم وبيا بجامرا وكوني وفيغي خير فو ولا سي خير الاخره نعم باركي دين ها انصارين كوين بمهاجرين كوين نعم قال انا سيبيو تاو نبي من الكفي من الشعير فيصنع لهم بحاله سنخه تودع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولهم ولها ريح منتن نعم انا سيبي بنغدان نيامدغو فمردو ماسين نعم بنغدان تامدانني كو هيواتا نورتان نعم غاوري شعير وريكاي وين غاوري تولونديسان نعم بنبادان هيواتو اندي غاوري غو واتو كانجو تخبزمان نعم نيري ماجو نعم دين واتو فيسنا لهم دفانه نعم ودي بكاوتا دوم بي حاله سنخه بي واتو ليو waylingo ɓe gadda ɓe nebbam ñolɗam ni e haala ɗo li'o ko tallirte sani ha bo gaylu ɗum wato bona to ɗum duni sam ɗum rese hakkude yeeso yimɓe goo wal gawmu jiya alhaal maɓɓe ɓeelaɓe wa hiya bashiyatun yamdu man ndu niddundu fil halqi er kono ndon wala ha rehon montinun ndu ɗo mari piyagol kaccugol ko holli ɗo wato maɓɓe ɗon no ɓe saɗirma ko arti nden ɓe ɗo gerdi bo قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابر رضي الله عنه فقال إنه يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المئول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهزم فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت إلى آخر الحديث حديثه الخلاد بن يحيى شيخ إمام البخاري o tokkiti ɓe suyuhu mako ha o yettini sahabojo hadise o wiyete jabiru bnu abdillahi bni haram radiallahu anhuma fa qala jabiru wi ñalomare kono khangdak min ɗon no gasa gasol ndenden wato ɓe wari ha nder gaska go ɓe tawi leddi catundi nandudi batapare ɗum wiyete kudiya feƴƴake sadida satuɗum ɗum wato alqiɗatu sulba samma batapare satuɗum فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وبنغرني النبي جو بنجي دم بتاوي واتو كو صفطا كو هاليس فقالوا ان بيتا النبي جو هذه كديه عرضت في الخندق دا بتفاري واتو فجا كي ها در خندق دم لدي ساتو دي صفطا كو فقال ان النبي جو جيبوتو در غس كمان صفطا annabijo wi ana nasilun mi jippo dirti nder maka summa qama hoti o dari wa batnuhu masubun bi hajar yaake o darago oɗo taadi taadorgol mako ɗo ɗo mari kaye kaye taadorgol sembiɗinan goɗɗo er kuugal nden bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ñamata o haara wadgo kaye ɗo gam ha ɗum sembiɗina wato taɓawo turo o wiwa to oɗo taadi ɓi hajarin kaa'e wa labisna salasata ayyam min jooɗi balɗe tati la nazugu zawaqan min balɗe tati fuu min ñamayi min mettayi mettaki ɗo ko hollatawa to aran sahabu en yiidi ɓe torra fa akhada annabiyu sallllahu alayhi wa sallam almiiwal annabijo se hoyi wato almiiwal dunduruusu wato diga
ko hosi diga fa daraba fil kuryati wa fi yato ande taparego o soppi wato ande leddi satu ndi wayndi bataparego fa ada kasiban dum warti wato bana jaarendi dirtotondi aha yala dirtotondi de o soppi do wato dum fu dum seki dum fusi haado hadiseji goddi do holla mu'jiza annabi sallallahu alaihi wa sallam de o soppi do ma ere wadi wato har o soppi go o wiyata be har ma ere wadi do o yi ha berneji kisrafu be tan mi nyamugo non non bo dum laati o wiyata aw ahsama ko bo wato hande ngappiti dum de o soppi do dum fusi fere bo ahyam wiyata ahyam fu dum fusgo wala o wi fagultum bi mi ya rasulallah idan li ila albayt wato sahabo jogo wi nulado allah dunganam mi ya sare wi annabi jo dunganam haa ya sare mako de wi annabi jo yiri dum ba welo fagultu limraati de wi sare go wi ata kore mako ra'aytu bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'an ma kana fi dhalika sabr fa indaki shay o wiata debbo mako o yiri annabi sallallahu alayhi wa sallam hure ko nafsu wa ta mungo do majum o wi debbo mako wodi nyamdu do her mada na o yire du mako helima sin o numu dum welo o wi debbo mako to wodi nyamdu defa gala debbo wiata indi sha'irun wa ana wi wodi gauri sha'iru ri gauri wondi baawo gauri fu o wodi bo bi be فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة سيدن دن او بيكان كو هيرسي بيواكو دبو كو بو واتان دي نامي غاوري كو دبو كو نامي شعير وري كو او بيها من بدي تيو كو بيوادي كسل كو اندر فايان دي ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادر أن تندج o wi o wari ha annabi jo ha ɓe gasanno gasol go o wi wari ra annabi jo alhaal yaake man kurori go wato ande gawri ndi ɓe mbaɗino nder ɓe mbaɗinanno go gadin kasara ɗiya ndi yeftake wato ndi ɗiggi wato ndi dollake dow yiite fayande ɗon dow katanne hakkunde katanne o wi nesi wato no ɗum ɓendayake o wara fagultu tuayyimun li faqum anta ya rasulallah wa rajulun aw rajulan sai o wari o wiyata annabijo wodi ñamduwel ni mi waɗi ñamduwel am ɗon ni mi yiɗi useni jaaha a yaada be goɗɗo goto ko bo worɓe ɗiɗo oɗo andi ɗum ɗuuɗay yaala annabijo wimo kam huwa no ñamdu man foti fa zakartu lahu mi sifanimo mi yeccimo wata no ñamdu man foti ndu ɗuuɗay nda no ndu wayi nden nde mi yeccimo sai o wi aa kasirun tayibun gala kasirun tayibun o wisika ɗo ka ñamdu ɗuundu welndu gala qullaha la tangzi alburma wa biya yatu korema adaman tajipina fayandema wala alkhubza min at-tanur tata urtina wato ande khubzi yiri be defanno bana burenni ta urtina wato ande khubzi tamserema ko tamata bo ta urtina dum der fur tanur do hurde defurde man hatta ati ha mi wara fa qala sahabu jubi dilli den annabi jubi gumu sahabu en go fado yoni dum wasobe go be dudbe masin فقام المهاجرون والانصار واتم مهاجرين كون بانصار كون غبار به امي توكي كونو دونغو توكي النبي جو فلما دخل على امراته ندي ناتو يا او يا غو هاد بو يا غو قال شو بيتا وي حكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار ومن معه نتي جو بيتا واتو وي حكدو كلمون غول عرب ان بيتا واتو تو هوند هايدي نيفو o wiyata kore mako wato jurum ɗum maɗa annabijo wardi be sahabu en fufu muhajirin ko en be ansarin ko en ɓe 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 gondi fu e gari wala ko en ñamnaɓe wato semtu ɗum waɗi gala debbo go wi hal sa alaka yaake a yahano ko o ƴamino man o ñamdu en man fotina gultu mbimi ehe naam o ƴami mi yeccimo fa gala o wi udkhulu annabijo wiyata sahabu en go naste wala tadagatu ta ɓillotire wato on senda seɗɗa seɗɗa naata ari wa fere sappo sappo naate taɓiɗɗotire fa jaala yaksiru alkhubza wa yajalu alayhi allahma wa yukhammiru alburma waltannur fa ida akhaza minhu yuqaribu ila asabi summa yanzia o wiwa to nden ɓe naati o wiyata o annabi jo ɓe hoore mon ɗo hettini sendugo ɓe de ɓe naati fu kanko yewanta ɓe tamsoje ko o waɗa bo kusel ha majum
to yewi wadi fu loro omda fayande go o omda fur habe defan no khubzu go bo to hosir majum fu ho adum o yewi go baddina sahabo en mako summa yanzi o hoti o itta wato ande luturum bo yanzi o doppita kusel bo arfa yande wurtina falam yazal o seda yaksiru alkhubz o de yawana be khubzu be nyama dilla be nyama dilla wa yaqrifu wato o tunyana be li o bo hatta shabiu ha be kari wa bagiya bagiya yamdugo lutti dum mozija yamdu petel ni be jinera wato be nyama be sanki qala kuli hadha wa ahdi dani be nyama be timmini go annabi jo wi ata debbo go wato debbo ha debbo jabir go o wi ata mu nyamu dum do ngeda yimbe lutu fa inna an-nasa asabarhum majaa annabi jo wi sika yimbe belado ha hodla moyo na u belado o wi fa inna an-nasa yimbe asabarhum wa bi dum majaa welo alhamdulillah اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فانكفيت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه ساع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه إلى آخر الحديث إمام البخاري أتركني بحديث يجيكو أولوة حالة كنق الأحزاب غزوة الأحزاب كنقو بيته كنو خمدا أتركني بشيخ شيخ ماكو أمر بن علي أتركني بأتلوة شيخ ماكو أبو عاصم هاو يا رساب وجه حديثه والجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما جابر وي وقت واتو غسل وسا غسل غسل نكم بمدينة هتان دي جواب ره يفر بمفتن وكنو جدود ينبي هاو تلف جلب الله دراي واتو دني عند غسل وسا ما جابر وي النبي صلى الله عليه وسلم ويري دم واتو ويلو خمسان دو دم ويلو waato re duma ko do heli takkiti masin khamasan sadidan kelo chaatungul masin o wi kan ju wadi fanka faytu ila mraati o wi kan kogo o firliti waato dilli saare ma ko er kore ma o windo yeto no emi kore ma ko wodi ko amari nyamdu na hal inda ki shay gammi yinulaadu alla sallallahu alayhi wa sallam yiri mu khamasan shadida wato redu ma ko takkiti masin wato dum welo on alawama mm-hmm. kanju wadi wato nde mi yecci o wi debbo go banni debbo go wurtini boro wato go be sigran no gabbe kadi o wi do her boro man do wato mu dore sa'iruri dore sha'iruri o wi e ngodi bo wato ande dabba wa ngurna bu hayma dabba el wato ande daji mun ngurna o wi se o hirsinga kadi en gina dum bewa onno wa tahanati ash-sha'ira den wato debbo mako gobo nami gawri sha'iruri go debbo timmini na marde kanko bo timmini boltugo kanjo wi fa farangar ila farangi be timmidini wa
qattatu wa usili dabbawago taytinga o ati fi burmati arfayande debbo mako na summa wallaytu wi o lorti o yehanu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam annabi to der nukure kude habe gasata gaso na de anna o lori o yehiton do yaake man o do dilla do debbo mako wi mo tata bustiram be jamaare tawaddun laado Allah be himbe dudbe yamdu man famdi na kanjon o wi la tafdahni bi rasulillahi wa biman ma'ahu ta bustiraami beenu laado Allah be be wondi do be duudbe yamdu man heata taskini mo wadda himbe seeda on fajiituhu mi warani annabiijo fasarartuhu mi sofni dum wori o sirri annabiijo wodi himbe seeda ko dido ko goto fa qultu ya rasulallah dabahna buhaymatan lana wa tahanna sa'an min sha'irin kana indana fa ta'ala anta wa nafarun ma'ak ko sofni annabiijo man on do o wiyanu laado Allah min kirsi dabbayel amin min nami bo wato hande muudore amin sa'iruri gondi min marinoer amin yiɗi ngara ngarda be jama'are seeɗa nafarɗo yofete dow goɗɗo do yimɓe tato ɓe jama'are awtade maɗa fa saha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam nde wi banni se annabijo holni bolle ƴowni فقال بيت يا أهل الخندق إن جابرا قصنا سورا فهيا هلا بكم نعم دو صوم دي غوني النبي يوسف هول نتان جوني بواسوب غوفو نعم بيت يا يم بغسل نعم جابر بن عبد الله دفني سورا واتون يام نعم سورا تولا حمزه دو دم يام دو بي دم دونغا حبشيه نعم واتو دفني اون يام دو جاودي نعم جاودي نوتو يم فهيا هلا بكم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى اجي نعم لا لا يوني صاحب ان جو يات جابر و بوتا جيبينا فاند مودون ماجوم واتو تا تنغورتيني واتو اند تا تنجيبي واتو اند جيبري تامسيجي مون بوريدي مودون ما هامي ورا tamba de khubzu majo hatin wari ajina do dum korodi ndigri fajitu wa jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam odo jabir abdullah jabir kawari na wi wari wardi nulado Allah bo wari yabdumun nas himbe bodo jotto na hatta jitu murati wa to awarani akore mako na debbo wi no da ko wi mo wardi be jamaare hulni de dunde na faqala debbo mako wi atam bika wato ande bema wato ko mi wino mako na yadullu ala al mahzufi kali na bema da wato nda ko en boldino den awardi wato ande be jama'are banni na fa qultu bi mi qad fa'altu alladhi qult الذي دم قلت بيده كمبينه فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال عد أجا خابزة فلتخبز ماك وابدهي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف لندن واتو النبي جند يوتيرو دبوغو ورتين جيبري دي بن جيبي نو كروري ها بن بارا تام سيجو النبي جو توتي موتي يرماجي او دو اني بارك يرماجو وباركت وبركي مي وبي الله بركي دين دين ثم عمد او نوفي فان الى برمتنا يرفيان دين دين باين نوبو دون بو موتي درماري فبسغا دون بو وبارك او دو اني دي بركه ثم قال هوتي ويات جابر غو يون واتو وادو تامو واتو بريدي غو تامو واتو تامسيجو غو ورا تامكاني ود خابزه بدو خبز من يون فلتخبز واتو ماي واتو ورا بي فير بو ودا ماكي واتو ورا تامكاني وقدهي من برمتكم كوبان فاند من بويته ولا تنزلوا تانجي بينند وهم الف صحاب ان يونا بدو من بوجينره فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو لأن الله اللي بمعجزة كذي أدو جابر من هني صحابه جوهم هنرك إن الله والله بوجنير لو بفر والله حقيقة بنيامنها بأتشها بلتي wanharafu emili be acci yamdu be safti e kari be yona sapo wara yama wurta yona sapo wara yama wurta be timmi
o wi wa inna burmatana fayande amin la wato le tangitu wato de do otta wato ande kama hiya banno de wonno de do wayma na wato wala ko jinniyar mare san na kama hiya wa inna ajinana wato jibril kururi wato ndi wadanno be khubzu go bo na o wi la yukhbaju kayri wondi do tamendi jinnai san kama huwa banno wonno na do dum mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam na قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قوله تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق عثمان بن ابي شيبه شيخ امام البخاري وتوكيني بشيخو ان ماكو هاو ياري صحابو جو حديثة والكنكو بيت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائشة بي آية كارو جيبوكا سورة الأحزاب دو نيالو ماري خندك جيبي اذ وقت جاؤوكم انغرانيون هفر بي من فوقكم دقا جيها دو مدينة ومن أسفل منكم دقا ليس واتو هر ليس كو ليس تير مدينة واتو بانجيرفو انغرانيون قريشين كو مفتي جماعه جدود به بني غطفان تارك مدينه فاذاغت الابصار وقت جيت ميلك قلتر الوادي وبلغت القلوب برده بو جوتك كيوتك الحناجر نكبلوج تو غدو هولتوري واتو پوفد دون سوكوتو واتو فوفرا دودو وفي قال عائشه في كان ذاك يوم الخندق دون دون لتك يلو مار خندق يلو مار كون خندق قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حتى اغمر بطنه والله قل اللهم اهدنا ولا تصدقنا ولا صليت ان تكينا ان لاقينا يا صوت يا ابي امام البخاري مسلم بن ابراهيم رحمه الله نعم وتوكيتي ها ويا ها صحابه جماعه البراء رضي الله عنه ابن عازب نعم براء بن لاد الله صلى الله عليه وسلم نعم لا تكن ادم ولول دي لدي واتو هاندي بي يمبه ياندي غاسول خندق كانكو فودو هو نعم odo ronda le dibe mabbe yawm al khandaq nyalo mare gasuli wato ande be gasanno mando na o wi ha o yi wato ande redu annabi ju fu wato ande sollini na ayya e akmara ko sollare suddi redu mako ko ibarra badnu hu wato redu mako sollini na na wato kanko fu do huwa be mabbe na yabulu do wi abo wato rajajeji wato ko be mbiyanno na be don wato ande masala di magimdi do don gab satitin go balli mabbe kugal na annabi je wodo wi adi be mabbe banani na wato sati man wi te wallahi laula allahumma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina na fa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama in laqaina innal ula qad banga alaina idha aradu fitnatan abaina na hunorago inde allah tananga allah en kandi takino en sakaino en julaino tenangam jomirao handi en na wi war jomirao jibbin hinna e maada to de era do amin na tabitin bo ato tamban ko je in lagana to en fotti be ferbe to min dogga na innal ula be ato ferbe hadiga be to yake amin na tani be muyi fitina abaina min chali na annabi jo bangtira sautu mudum be kalimol abaina min chali min chali قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلك رعاد بالدبور مسدد شيخ إمام البخاري توكيتني هاو ياري في اللو الحديث ولر النبي زو كان كون صحابه زو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي النبي زو يولي ترام به هندو فونا ييرو عادن كون بو حل كرام به هندو لورو حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثني ابراهيم بن يوسف
قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطني وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فنة أبينا قال ثم يمد صوته بآخرها ثم حديث الأحمد بن عثمان شيخ إمام البخاري رحمه الله وتكتها أيار صحاب وجه حديث والبيت براء بن عازب رضي الله عنه كان كون أدويه توبين يلو مار موبع كير بيت غزوة الأحزاب يلو مار من دوالي نلاد الله صلى الله عليه وسلم ودي غسل وطارني مدينة كان جون خمدق أدو أمري انغسي غسل ويو يي النبي جوهر انغسة تدو كايم فدو أدل الدبي مابع دو ستين لديواتو غسل من ha sollare wirni laral barkan sero annabi jo redu mako annabi jo lata ke duda gasajo wato mardo gasa bo sollare faddan her gasa makke o wi minani wato yartajizu bi kalimati ibn rawaha odo odo lorna kalimaji wato ande gimdi wato ibn abdullah ibn rawaha yimino kanjum bi annabi jo lorda be be wato ado e majum gam tiditin gobe odo wiya wato odo adale di man minatura e bulwuldi odo wiya satidido اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ولبي جوم راو تناء من كان لتاكنو تناغم جوم راو إن سكاينو من جولاينو ناغم قاتو عند توفيق ماكو جوم راو جبين هنا يدوء من دئره tabitin tamban ko je woto en fotti e ferbe to min dogga na wato be a he ferbe hadiga be to ya ke amin to ni hande be mu to ni be mu fitina abaina min chali na wato min sali fitina na qala wa bi summa ya muddu annabi jo fodira sautu muhara gare kalimo lo abaina wato ya muddu sauta hu foda sautu mako bi akhiriha be ragare gimbi na alhamdulillah فلم تدعه واتو حفصه اتشاي مو حتى ذهب ها او يحي كدي وي مو ياو تو يا ميما هرب اندورا تما اند او يحي فلما تفرق الناس دي يم بچانكيتي يار جودي نو دورا نو خطب معاويه معاويه خطبي فقال او يندر خطبه معكو من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليلع لنا قرنا فنا فلنحن وحق به منه ومن أبيه نعم ودو بارنا عبد الله بن عمر نعم ودن در خطبة معكو بولي بار راجة كده نعم وفي أني لا تدومو يعني ولو بولي حرفي أو واتو آردو غلامو نعم يو وانجنا واتو ولا جهور مدو بانتا هور مدو من جيا نعم فليدلي لنا قرنه واتو اللي تنا من قرنه ولا جهور مدو نعم imana ba wi go banta hore mu no moyidi wi go wolwa no ato ande masalan no ato ande masalan mo moyidi ato ande wolwa nar fifu wanga no den mo ayya wi fal nahnu minun ahabbu bi uri handu go be majum no min hudinin ta bolwan do man wa min abi be bamu fu no woli ala metu kaka no ko wi ata do wolu barana abdullah ibn umar malle bo hasan be husaini o baranta no ko wadi ala ka we like no دوي بنيرو حبيب بن مسلمة دونتو قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته ويأتى عبد الله بن عمر كوني أجابي مكهدي مجاباكم عبد الله بن عمر فهللت حبوتي وحممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع Abdullah ibn Umar wi banni wa tasfiku dam. Naam. O wi wato de Abdullah ibn Mas'ud Habib ibn Maslama wi mo kodi ajaba ki Muawiya her ko wi do. Naam. Abdullah ibn Umar wi he mi firti no wato hubwati shopinor golam. Naam. Boy man no be badan no do. Naam.
banto be njodan der julurde ko werde fu naam wada ba boggol mu kawol ni naam le pol fere bo dum lukulol naam goddo do wakki den wato joda to jori ba on go jungo ni do naam o borna ha bawo ma ko wada ni o joda ba korowal ni kanjum wiete hubu naam o bi mi fistino soppi norgol am mi yidi ha mi joda mi khutbano mi wolwano mi jabamo amma mi miji ko dum waddata mi fasiti kanjum o wi fa halaltu pistumi hubwati soppi norgol am wa hamamtu mi himmidini an agula no mi wi'a a haqwa to mi wi'a no mum udino handugo bi hadal amri be fi o kam min kadi ninta an muawiya man qatalaka kam no do be ma diga silmai wa abaka be baba ma da abu sufyan daga silmai be kabdi be ma da alal islam do silmu ko kambe buri ma handugo be fi majo ko yidi mi fugo don do wato wannobe kon uhudu yake man abu sufyan silmai ha walla mu aliyu kan wato ande don no arkonu man be wato ande yimbe mudum fu be kan ko abdullahi ibn umar fu do wi mi yinna mi wi anonno mo buri handugo kam wato habdino be ma da ha silma be baba ma da dem mi hultori mi miji fa khasitu mi miji an aqula tumi wi kalimatan kalima ultu farriqu bul sendira bainal jam'i hakuna mawgal to mi wiingol tata wato bandiko en tikka dum wada lural hakunde julbe mi jeedi mi wolwaay wa tasfiku gol waja adama iyam yimbe supportira mere o bi wa yuhmalu anni wato fille her ambo gairu zarika ko luti non tami wi abani wo fere sanjana mi hala wi ko mi wi ay kanju wadi mi fasiti mi wolwaay fazakartu ma abdullah fil jinan mi siftori bokko allah seni do resani yimbe er aljanna mi siftori ko allah siryani fil jinan er aljanna er moybe kanju wadi mi wolwaay qala habib dem bino do mo go wi'e o fista wa usimta arena ma fatonde awoloy man boddu yomira wadi ma herdenka qala mahmud an abdurrazzaq kulludo wi'ata ha nausatu ha naswatu ha o wido nausatu ha شفاجي حفصغو قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزوننا فاتو حديث ابو نعيم شيخ واتو امام البخاري رحمه الله وتوكيتي بشيخ ماكو هاو ياري سليمان بن سرد وين ولادو الله صلى الله عليه وسلم ويان لكون الحزابي وويكدي انن اون هنا تا يكون تا واتو بمتتا ودو كون هيپا مدينه واتو ايبر بن غاري هيپا مدينه ايتاند جواب ري الله ري دي النبي حسين صاحب ون بمتتا ودو كون هيپون كدي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجل الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم نولاد الله واتو حديث سليمان بن سرد في اللام البخاري شيخ مولوم عبد الله بن محمد توكيتني هاو ياري سليمان بن سرد كان ويناني نولاد الله صلى الله عليه وسلم رويا wakati de Allah seni do riwi kun bil ahzab Allah jibni en be pewol banno woli asura li tagilla wato malaika en jipi be sankiti wato sankiti konu je farbe de ni hande be sankiti be acci annabi jo nenden wato ande annabi jo wi jon taka enen honata be konata nahnu nasiru ilayhim enen jahata er mabbe non non bolati meta orugo ya madina kadi حدثنا اسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس اسحاق شيخ امام البخاري وتوكيتني بشيخ ينماك وهاو ياري صاحب وجه حديثه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانكو منكو وي النبي جو وي أن يكونوا لهزابي النبي جو دوئي دواني هفر بي هفر بي وارب السقلي النبي جو هاو أسيري أن من حناك موتي وفي جو مراو هبين دو مأب بؤسودي مأب بي قبري جو مأب فويته بنا نب السقل ريان أن أتني جلد أسيري ني حناك موتي حديثه اللو دو هل صلاة الوسطى من جلد أسيري قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يصب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببرحان أو برحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب مكي بن إبراهيم شيخ إمام البخاري توكيت بشيخ ماكوها ويار صحاب وزفل دادي سهول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي واتو ورن يلو ماركون خمدا يلو ماركون غسل باو نانجي موتي ودو هدى يفر بقراشين كوين كم بسوك لجول بني بكبا هابا هابا جولاي أسيريان دماجو den an o yata nulado alla min esayna mi jula asirini hanage muti hanage do muta annabi jo mi honorake inde alla mi fumi jula asiri den be dirti ha wadi wal burhan be nangani annabi jo nangani asiri be nangi kambe bo be juli asiri bawo nage muti den be gaddi julde magari bo bawo do be julde fatori goddo wato fatunde man do arto be yobe go fannade dudai do on fuga ha wen hisiri haddathana muhammad ibn kathir قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتينا بخبر القوم قال فقال الزبير أنا ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير محمد بن كثير من شيخ إمام البخاري رحمه الله وتوكيت بشيخ إنماكو هاو ياري صحابو جفل الأحديثة وليت جابر بن عبد الله بن حرام جابر وين أولاد ألا صلى الله عليه وسلم ويا لكم الأحزابي موجو يعتودنا من خبر ويفر به واتو يا سيوتنا عندكو ينقري من جمار من فيون هندو بولو ودا den waato ande annabi jowi goddo juldo ni umma ya haba sewta anda ko e gorri be don na be do sankito be do e gadilla zubairu hafti zubairu nul awwam mbi go go annabi jo o wi kan ko yaata mulado allah lo yamti fayinta mojo yaata wadda na en khabaru gam dum chaddum yawgo man padima en fida dum e barafu zubairu go lo yi kayu annabi jo lo yamti fayinta zubairu yi kayu den de silande badi banni eno non o wiata wodani annabi jo yodani annabo jo far wodi khassajo mudum goddo keroriido dum min bo keroriido am labdaado kam zubayr qala hadathana utaybah ibn sa'id qala hadathana laysu an sa'id ibn abi sa'id an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu la ilaha illallah wahdahu a'azza junda wa nasara 'abda وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده أتابة بن سعيد شيخ إمام البخاري رحمه الله وتكتي هاو ياري صحابه جو حديثه والكن كون أبو هريرة رضي الله عنه وينو لا دعال لتك دنو ويا واني يند الأحزاب كون الأحزاب ريوا ني أبي ديوته دوالا سيء الله كيمتان الله ولي مبرمود الله ولي جياد مود كان كون النبي جو الله ري موب كان كون ريو كان كون الله وحده كان كون kunde fuwala badahu huluti Allah to dum do wato ko annabi jo wi yande ma haddathana muhammad qala akhbarana al-khazari wa abdatu an isma'il ibn abi khalid qala sami'tu abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu ma yaqul da'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-ahzab fa qala allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab ihzim al-ahzab allahumma ihzimhum wa zalzilhum محمد شيخ امام البخاري محمد بن سلام وتوكيتني واتو به شيخ ان ماكو ها ويا صحابه جو حديثه عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما كان كو وي النبي جو دو ياند الاحزاب ودو ان يفربه در دو اما كون كلمه جديده وبي جومرا وجبين القران يا وكي كروسو يجو هيتو يا وكي تاجو ريو يفربه مو وي دو جول به واتو كامبي اون احزاب من جو مرا احزمه ريوب وزلزلهم واتو دمب دمب
ني او دواني بي ياندما حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو او الحج او العمره يبدا فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده محمد بن مقاتل شيخ إمام البخاري وتوكيت في شيخ إنماك وهاو ياري صحابه جو حديث والكنكو بيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإن الله صلى الله عليه وسلم تسعك كن تؤمت كن الأورت مدينة malla bo yummiti hijjore do hota madina malla yummiti al umra do hota madina to ni ande o faandi wato ande o yummiti do wato to yummiti do habbirande tati o habbirande tati allahu akbar hande tati den o wiya kalimaaji di la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa allahu wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda kalimati di wiyata kon mana maji dum tauhid ko wiyata dewete do wala sai allah kayum tan dewete do kauti do wala na allah kanko lam wodani tan gettoje wodani allah mogal maji fu kanko timma bawde jodo kala hunde fu minon min choitibe min tuubiɓe min lorani allah min rewoɓe jawmirawo min juuloɓe min gettoɓe jawmirawo amin allah seni ɗo gonɗini ina muɗum walli jeyaɗo muɗum annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam rimoɓe keferɓe heferɓe wadawo kayem tan alhamdulillah bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم قال الإمام حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واقتصل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليه قال فإلى أين قال ها هنا وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه إمام البخاري ودي بابو الحال وحال كنون إن أندر كنون جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بحال كنون بني قريظة وفي بابو الشجاق النبي جدق كنون لهزابي ورتاق النبي جفاد بني قريظة اليهود تاراق النبي جتارك بي ثم هي تاند جواب الهجره النبي صلى الله عليه وسلم الوري نيفر بيوري تاري مدينه النبي جوري غدا غسل بتارنا مدينه كان جويته كون الاحزاب كان جويته كون خندقو نني عند الله ريوه فرب واتو موبه فرب احزاب يو ياكي من بنو قريظه والنوب الكوال كبتا بيجول بو نبي فرب غاري بيرتي الكوال من بني قريظة عند النبي جوهن وعود مدينة وطيوة أهل الكتاب دونتون وديويته بني قريظة بني النضير بني قينقاع واتو بدون دون واتو عند بني النضير بني قريظة فيرتي الكوال كدي بتمنى يو واتو هفر من جعالة نجول بتيما نني عند بني واتو بن جعلاك بن قسمتي da annabi jo hoti madina ko to wadi no be alkawal be mabbe be kawatano be julbe ballita ta e ferbe do julbe be yimbe alul kitab wato dino ribe tawreta e kambe ben fisti alkawal kari allah umri annabi jo honabe hala man do ha alqur'ani ha surah al-hashr wal-anbiya ta akhraja
امام البخاری توکتنی بے شیخ علم عبداللہ ابن ابی شیبہ ہاو یاری صحابو جو حدیث الام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ بی وقت نولاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئیت من الخندق ادھا کنو خندق کنو گسل و ایتی بالمی دیو وکینو وادا سلاح و رسی بالمی وقت سلو یہ وقت شیخ جبریل واری ارماکو ملائکات وردنی مواہی اتاه جبريل عليه السلام جبريل ابي اتم وارسي بالمي اروضات الصلاه ايتي بالمي ارسي والله مني من دسائي نعم غورتو فاده مبه النبي جويم ان اتو هتو هتو الى فايلا اين هرتو هفر بموني ما جبريل اكو سابيم الى بني قريزه نعم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي جورتني نعم حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم نعم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه نعم. قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم نعم. موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة نعم. إمام البخاري توكت من شيخ حديثه الشيخ موسى بن إسماعيل التبوزكي نعم. هاو ياري صحاب وجه حديثه ولوية أنس بن مالك رضي الله عنه نعم. ana si wi anuma mi do lara faade sollare bangtunde do saati an tonde ha juqa gila bi pamari wi fe non ha laabi bani ngarmin wato mi do ya sollare do mosli wato har laabi bani ngarmin dum inde lengon o wi mawkiba jibril dum jama'are jibril jama'are setol wa ibe jama'are wa ibe be yarobe kosbe fu wato saati rewani wi te mawkiba وفي وقت نولاد الله صلى الله عليه وسلم واتو أن يهي إلى بني قريزة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريزة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنف واحدا منهم حديث عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ إمام البخاري وتوكيتنا شيخ ماكبو جوارية ابن أسماء كم عند ورب وانفو توتر با عند رب جوارية كم غرق با أسماء وانفو نانوان واتو عند ويفو محمد بن أسماء أسماء توكيتي ها وياري واتو صحاب وجه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وي عند كن الأحزابي وفي أتصحاب وين ماكو كان جبريل وداني مواهي ويشي مغورتنا بني قريزة وفي أتصحاب وين ماكو تبن جولة أسيري سيها ديار بني قريزة واتو بأسيرو يهاتون فانجو وفي أتصحاب غوتو مقفو جولة أسيري سيتو يتيها بني قريزة ومكم بمدينة قدي ويو عند صحاب وين ناني بني بمبئي وندلتون فأدرك بعضهم الأسر في التاريخ وقت أسيري واتو ودي وفير يتاكي هرلاول نعم وقت اسري طيب ارلاول النبي جوين تابع اسري سبي يتبني قريزة نعم بمبد اجتهاد غدي نعم وقم اليو النبي جوتا انجولة سيتو انجوتي زون انجولة سيتو انجيتو نعم نبي لا نصلي انجولتا اسري نياتانا في اهاب انجوتا ديار بني قريزة نعم ووي كاي انجولة اسري كم النبي جوكا مواحد قو انجول قو اسري ويدي انجاوان بل أتينا نصلي أسرا كم أنجول أسري لم يريد النبي جنفا من نار من ذلك وحديث أبو جول أسري كم يودو بمبادي بني ودور المقب من دور لتك واسد سببك النبي جواتو عنده يجري نور فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بلوات من غلونا النبي جو ونجتي وبما فامن دي أويتا بنجولها بنجوتا بني قريزة دو وحدي بجول بسيت بنجيتن بدوتاني to ewo fami wato ko umri be do na julgo hadi be ko umri be ben jawa on fallan de weci annabi ju falam yu'annif wahidan minhum fa la goto mabbe ha do modi be himbe usulul fiqi be ko siri wato istimbadu be bi kala wato mustahidi jo wato modi bojo modi andal bakin wadan ijtihaduhu wato kala goto mabbe fu wato ande to wadi ijtihadu ko be luri e pambe wafu
yo wapi gonga ngam annabi jo felay ko yebre wore wato kullu mujtahidin musib bi ko ebo wi kai wato annabi jo felay be do goto on wapi gonga kam ko felay o yabonga ijtihadu mudum ngam to goddo yotta ke ijtihadu wadi ijtihadu wofi ma wato o wodi baraja goto to wadi ijtihadu wofi bo wodi barjaji didi annabi jo felay be do kam yebre wore ka wofunde yebre wore bo wato marnde do sawaba نيكو أي من بات استنباط أحاديثه قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر وقال وحدثني خليفة حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريش والنضير إلى آخر الحديث حديثه ابن أبي الأسود شيخ عبد الشيخ إمام البخاري عبد الله ومن بيته نعم لأنه ودي بيسد لتو الله أتو خليفة فلم شيخ معه نعم مؤتمر حدثني مها وأتو أني مثلا أتو أن أبا مها أنسي نعم وأتو أن دون وني وبي أتا أنسي وني وأتو صاحب وجو حديثه والمان نعم رضي الله عنه أنسي بي قلت لتك أنه صاحب وإن أنه قلت لتك دور أنه النبي جو ديلا جدي بنوجه نعم فاتو يمبه مدينه دو يمبه دمه يدو ماري جيسه ديبينو جند صحابو ان اي مكه هوتي تاوتي وي انصارين كوين نعم دو سوكي لابي واتو جيسه واتو اندي مسلا لده ديبينو جي كود اندي ماتا بي بوتورو نعم كدي كان جوم دو بي غور كود ورا نا النبي جو ان نخلات ديبينو جي كاي كزاز بي كزاز كفو بين دو جمان النبي جو ماري نعم ني بمبا دانو حتفتتا قريزه هاندي واتو اندي النبي جو اومتي ديارو بني قريزه بي بني النبي نعم عند الله عمره موهني واتو بني النذير ببني قريش كسمه به دها مكدي نعم وهو ان اهلي امروني كانكو واتو عند اناسيغو وفي يمبه ماكو عمره مويا النبي جو يمويا واتو عند ديبينا جده بندوكينو النبي جو ديلاجه كوند بكبتي ديبينو جده دها بني النذير كدي نعم وهو ان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم نعم يمبه عمره ميانا النبي جو فاصله من يمم والد ديبينو جده نعم الذين كانوا بين دوكو بلاتين اعطوا بين دوكينو دوما النبي جاء بعد ركوه وغماجه نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن النبي جاء واعطوا بين دوكينو دوما حكينو واعطوا ام ايمن نعم ام ايمن دو كانكو جوغي النبي جاء دبون نعم واعطوا كانكو جاكانتا النبي جاء نعم كانكو النبي جاء حكيمو بين دو جدي بينو جماندو نعم دنيا انا سي بوري ام تي دي تاي النبي جو حكينا ايمان بوترو دي دو فجار ام ايمان سي ام ايمان جو وري ها هايني نعم فجالت الثوب في عنقي وهو يلمس مسلد عند انا سي نعم وي النبي جو حكينا او دو تفترت نعم تقول ام ايمان دو يتا كلا والذي لا اله الا هو لا يؤذيكهم وقد اتانيها نعم او كما قالت نعم وي لا تذاكن banano eneli mado annabi jo hokitata on mi hunorake Allah de wete do wala sai Allah naam wato kanko annabi jo hokitata on o hokitata ma dibino jo naam o hokitata la yuti ka hum o hokitata ma de naam hum do lorano dibino je naam bagar atani ha wallahi hakika hokiyam de aw kama gala kuma law bana ummu ayman man kuwi usali mostly anasi godo do niyarana والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا النبي جدوبيا اچن ميوكي ما كذا ميوكي ما كذا دوبيا ام ايمن ميوكي ما كذا اچن وتقول ام ايمن ودوبيا كلا والله تعطاها ويو جاتا ونري عند الله ني النبي جو سيده دو حكمني حكمو دوده ماشي وبي حسبت انه قال 10 امثاله النبي جو حكمو يرودي بينو جو حكمو من ودان جبه سابو أو كما قال قوما لبوبنا كوهي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن سعد قال سميت أبا أمامة قال سميت أبا سعيد الخدري سعيد الخدري رضي الله عنه